حياكم الله اينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. أكد عدد من الخبراء في مجال الطاقة المتجددة أن العراق يضم حوالي 40 موقعا جاهزا للاستثمار في الغاز المصاحب، وأرجع الخبراء سبب عدم استفادة الحكومة بهذا العدد الكبير من المواقع لاستخراج الغاز إلى عدم وجود رؤية اقتصادية وسوء الإدارة والفساد لدى الحكومات المتعاقبة. وأشار الخبراء إلى أن المبالغ التي أهدرها العراق في توفير الكهرباء والغاز كان يمكن أن يوفر ضعفها من خلال استثمار الغاز في حرق أو الذي يحرق خلال السنوات السابقة. قللت لجنة المالية النيابية من تأثيرات قرار الولايات المتحدة بشأن منع 14 مصرفاً عراقياً من الوصول إلى الدولار. وقالت عضو اللجنة نرمين معروف إن قرار الولايات المتحدة لن يؤثر على سعر الدولار لكون هذه المصارف صغيرة ولديها تعاملات محدودة وليست عالمية. وأرجعت عضوة اللجنة المالية سبب العقوبات الأمريكية إلى تعامل الحكومة في العراق مع إيران بشأن قضية الغاز دون العودة إلى الولايات المتحدة. عد مستشارون اقتصاديون أن المنظومة المصرفية العراقية غير راغبة بالتكيف مع متطلبات العمل المنضبط. وقال المستشارون إن المصارف الأهلية تعمل على استراتيجية تعظيم الأرباح من خلال نشاط رئيس واحد متعلق بمشتريات الدولار من خلال نافذة البنك المركزي دون وجود تنوع في الخدمات المصرفية الأخرى، وهذا ما أدى لممارسات مصرفية فيها الكثير من الجشع المالي والمتمثل بتحويل كتل نقدية دولارية إلى السوق الموازي عن طريق وسطاء والاستفادة من الفروقات السعرية إلى جانب استغلال شبكة العلاقات مع مصارف خارجية لإجراء عمليات تحايلية لتحويل الدولار والالتفاف على توصيات الفيدرالي الأمريكي. أعلنت حكومة كردستان العراق استعدادها لتسليم وارداتها غير النفطية إلى حكومة بغداد ابتداء من الأسبوع المقبل. وقال رئيس ديوان مجلس الوزراء الذي يترأس الوفد الكردي أميد صباح، قال إن حكومة كردستان أبدت التزامها ومنذ تاريخ 25 من حزيران الماضي وحتى اليوم، حيث تقوم بتسليم حكومة بغداد من 50 إلى 60 ألف برميل من النفط الخام يومياً. وأضاف أنه بعد تنفيذ كردستان العراق لهذين الملفين فلن تبقى أي حجة تمنع تمويل مستحقاته المالية، مشيرا إلى أنهم طالبوا الرقابة المالية في كردستان العراق وحكومة بغداد بالتدقيق فيما يخص جميع المسائل الموجودة في قانون الموازنة بدءا من الأسبوع المقبل. قالت وزارة الزراعة في كردستان العراق إن مشكلة استلام محاصيل الحنطة من الفلاحين حدثت بسبب وجود عمليات فساد في الإجراءات. وأضاف المتحدث باسم الوزارة هوا علي عبد الرحمن أن الفلاحين واجهوا قراراً بعدم استلام محاصيلهم بسبب منح حصصهم لأشخاص آخرين أو شركات للقطاع الخاص، كما جرت عمليات بيع وشراء في نسبة محاصيل الفلاحين في محافظة أربيل. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.